بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستكمل مقرر دراسات في مجال الهندسة الإنشائية، Studies in the Field of Structural Engineering. النهاردة إن شاء الله موضوع جديد بعنوان Symmetry. هنتكلم عن السيمتري أنواعه، وطبعا السيمتري مفيد في إن أنا بختصر المسألة، بالتالي بوفر الجهد والوقت، ويبقى احتمالات الخطأ بتكون بسيطة، ولو في خطأ بيبقى سهل عليا ان انا اراجع المشكلة وكده. يعني ساعات باخد نص المسألة، ساعات اخد ربع المسألة بدل ما احل المسألة كاملة وكده. وبس في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، وهي ايه؟ لما نقطع او نقسم المسألة لأجزاء لازم نحط عند القطع الباوندري كونديشنز الايه المناسبه، على اساس ما يحصلش خلل، ما تتحولش المساله لمساله اخرى وكده، او تبقى انستيبل. فده شيء مهم. التاريخ 8 يونيو 2020. السيمتري ليه انواع. اول نوع، وهو يمكن اكتر نوع مشتهر يعني او مشهور، اللي هو بنقول عليه الريفلكتيف سيمتري او الميرور. في مرآة والصورة بتنعكس في المرآة. حتى احيانا احنا لما بنقول سيمتري، يعني مجرد بس ما بنطلق المصطلح اللي هو سيمتري، فكأننا بنبقى قاصدين بالنوع الاول اللي هو الريفلكتيف، النوع الاول اللي هو الريفلكتيف او ما يسمى بالايه بال بال بالميرور ما يسمى بالميرور. وزي ما قلنا بيبقى بيحصل ريفلكشن، بيتعمل زي انعكاس، ريفلكشن في مرآة والصورة بتنعكس في المرآة. وطبعا لأنه يعني مشابه للمرآة، فمن هنا جاء يعني إن أنا ساعات يعني بدل ما أقول ريفلكتيف سيمتري بقول إيه ميرور سيمتري وكده. ده هو جاي من انعكاس الصورة. طبعا المرآة يعني زي ما احنا يعني عارفين وكده، بتبقى عبارة عن سطح. يعني المرآة نفسها اللي هو قطعة الزجاج اللي بتكون المرآة، فهي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بلين، عبارة عن إيه؟ مستوى سطح يعني. وفي الغالب المستوى ده بيكون إيه؟ بيتحط في الوضع إيه؟ الرأسي وكده. فأنا مثلا دي عبارة عن المرآة. لما بيكون أنا واقف قدام المرآة وكده وببص للمرآة، فبيبقى ده بالنسبة لي الدايركشن بتاع الايه الفيو. فبشوف انا المرآة كأنها سطح، بشوف المرآة كأنها سطح وكده. انما انا طبعا لو بصيت للمرآة بقى من اتجاه تاني او من زاوية تانية، او انا مش شايف السايد فيو، يعني في بعض الاحيان بيبقى اللي باين من المرآة هو السايد فيو، ففي الحالة دي بقى بشوف الضلع اللي هو الايه الاي بي، فبيظهر لي اللاين، بقى بيظهر لي اللاين اللي هو الايه اللي هو الاي بي، وده اللي هو اسقاط الايه اسقاط الايه المرآة. فعلى حسب بقى انت واقف قدام المراية ولا واقف في الجنب وكده يعني. فاذا انت واقف قدام المراية هتشوف ايه؟ هتشوف مستوى. وبالتالي في الحالة ديت بنقول ايه هنا بقى؟ بلين اوف ايه بلين اوف سيمتري. بنقول في الحالة ديت بلين اوف سيمتري. ولو انا وقفت من السايد فيو هيبقى عندي لاين، في الحالة ديت هيبقى عندي في ايه لاين اوف ايه اوف سيمتري. نفس القصة، ساعات بيبقى التماثل حوالين خط يعني، والخط بيبقى اسقاطه يعني. لو عندي خط الاقي اسقاط الخط، لو انا ببص من فوق مثلا والخط ليه توب وليه بوتوم، فانا في البلان هشوف الخط عبارة عن ايه؟ عبارة عن بوينت. فساعات نقول بقى ايه بوينت اوف ايه اوف سيمتري. حسب بقى ظروف المسألة، وحسب انت بتبص بقى من فوق من الجنب من الامام. فاللاين هيبقى اسقاطه ايه؟ اللاين هيبقى اسقاطه بوينت.
والبلين او السيرفيس هيبقى اسقاطه ايه؟ اسقاطه لاين. فعلى حسب بقى الفيو دايركشن، يعني انت واقف بقى بتشوف اليفيجن ولا بتشوف سايد فيو ولا بتشوف بلان من فوق كده بتبص لتحت فبتشوف بلان فالصوره بتظهر وكده. فلو احنا مثلا اخذنا مثلا مثال، مثلا يعني المساله اللي قدامنا عباره عن شكل سداسي، وعندي في هنا في الشكل السداسي في محور اللي هو الخط اللي لونه اخضر ده، ده عباره عن الايه اللي احنا بنقول عليه، ده عباره عن اللاين اوف سيمتري. هو في الاساس مش لاين، هو ميرور، هو ايه ميرور، ده اللاين اوف سيمتري لان انا شايفه من الجنب. لكن انا لو بصيت او رسمت بقى الفيو في 3 دي فهرسم الميرور هتبان بشكلها الحقيقي، يعني دي عباره عن الايه البلان اللي بيمثل الايه الميرور. طبعا النص التاني من ورا مش باين، فانا هرسمه ايه منقط كده لغايه ما اخرج بره وبعدين اكمل ايه عدل. فالازرق ده هو عباره عن الايه، هو عباره عن الايه الميرور. بس انا طبعا واقف شايف السايد فيو بتاع الميرور، شايف اللاين بقى اللي هو الخط الايه اللي احنا قلنا هيبقى لونه ايه اخضر، انا بشوف اسقاط المستوى بتاع المرايه كانه لاين اللي هو اللاين اوف سيمتري، لكن هي في الاساس ميرور. يعني هي القصه كلها قصه اسقاط. فانا عندي مرايه اهيت اللي هي انا بهشرها، دي عباره عن المرايه لكن انا باصص لها من السايد فيو بتاعها، فبشوف اللاين اللي هو اللون الاخضر اللي هو اللاين اوف سيمتري. انما المرايه انا هقول عليها بلين اوف سيمتري، مستوى التماثل. طبعا بيبقى فيه بقى ايه امام وخلف، يعني المرآة هيبقى فيه في الامام، في صورة في الامام يعني، وفي صورة في الخلف. يعني هنا مثلا يعني هنا امام الايه المرآة، الناحية التانية بيبقى هنا في خلف الايه خلف ايه المرآة. لكن انا بشوف الاصل قدام المراية والصورة ايه خلف المراية. فطبعا الشكل السداسي هيتقسم نصين، هيتقسم ايه نصين، نص مثلا هنسميه واحد مثلا اتنين تلاتة أربعة خمسة، والنص التاني طبعا في نقطتين هنا ايه مشتركين اللي هما واحد وايه وخمسة، والنص التاني طبعا خلينا نقول بقى دي اتنين برايم ودي تلاتة برايم ودي ايه أربعة برايم، إنما واحد هي نفسها واحد برايم وخمسة هي نفسها خمسة ايه برايم. فكأن في صورة وفي أصل، في صورة وفي أصل، أو في شيء وبيحصل له انعكاس، بيحصل له ريفليكشن، بيحصل له ريفليكشن انعكاس في الناحية التانية من الايه المرآة. هو طبعا برضو الأمور ممكن نبص لها بنظرة تانية، إن أنا ممكن يبقى عندي مثلا الشيء والصورة بتاعه كأن مثلا عندي جزئين، يعني الجزء اللي على الشمال ده اللي هو الأصل بتاع الصورة ده اللي هو نص الشكل السداسي، والجزء الثاني اللي هو النص بقى والصورة اللي هتبان في الناحية الثانية اللي هو بقية الايه الشكل السداسي ده اللي هو الجزء المنقط. وفي هنا ميزة بقى ان انت لو حبيت يعني تعمل فولد، يعني تطوي النصين على بعض، لو طويت النصين على بعض هتلاقيهم في النهاية يعني متطابقين، يعني جايين فوق بعض بالظبط، يعني نقطة ثلاثة ونقطة ثلاثة برايم هيطلعوا فوق ايه فوق بعض، ونقطة مثلا أربعة مع أربعة برايم فوق بعض، ونقطة اتنين واتنين برايم مع بعض، وواحد زي ما قلنا هي واحد برايم اصلا، يعني ملتقيين مع بعض عند نفس الايه المكان. فالميرور هو او الريفلكتيف سيمتري، او زي ما قلت ساعات كده يعني لما بيطلق اللفظ اللي هو سيمتري الذهن بيروح للنوع الاول اللي هو الايه الريفلكتيف، اللي فيه ريفليكشن، اللي بيحصل فيه انعكاس، الصوره بتنعكس، وعشان الصوره تنعكس يبقى محتاج ايه ميرور، محتاج ميرور. فبيبقى الاصل زي الصوره بس ده واقف في مكان وده واقف في مكان والاتنين في مواجهه بعض. بس لو انا جبت الاتنين وطويتهم على بعض، وطبعا لما بتيجي تعمل
طي نفسه بيكون من عند الايه، من عند اللاين بتاع السيمتري او المستوى بتاع الايه التماثل او الميرور، يعني من عند الميرور بتعمل طي للجزئين فبينطبقوا على بعض وكانهم جسم واحد، مفيش اختلاف، نفس الشيب، نفس السايز، نفس الزوايا، زي ما بنقول ايه ميرور وكده. طبعا في انواع اخرى بقى، في اربع انواع من السيمتري ايضا يعني احنا هنتعلمها وهن يعني نحاول ان احنا يعني ناخد مسائل وكده ونشوف يعني ايه بنستفيد منها ازاي وكده. لكن زي ما قلت النوع اللي هو الكومون الشائع اللي هو المشهور اللي هو يعني هيقابلني كتير، اللي هو اول نوع اللي هو الريفلكتيف سيمتري او الايه الميرور. النوع الثاني بقى اسمه اسكيو سيمتري او الانتي اي سيمتري، ده بنسميه تماثل ايه، بنسميه تماثل تماثل عكسي، تماثل عكسي، يعني في تماثل بس في حاجات بتتعكس، يعني اللي فوق يبقى تحت كده يعني. فانا ممكن مثلا الاقي مساله بسيطه جدا يعني سيمبل بيم مثلا، والبيم ديت كجيومتري هي متماثله، يعني انا لو تخيلت ان في النص هنا ميرور مثلا، ده عباره عن الميرور، فألاقي النص اليمين زي النص الشمال بالظبط، لكن هو اللي حصل ان هو بقى في المسألة اداني بقى الايه الاحمال في النص اللي على الشمال حمل سي مركز لفوق، وجا في النص اللي على اليمين وخلى الحمل المركز لايه اللي تحت، فبقى هنا في يعني اتعكست، يعني اللي فوق بقى تحت واللي تحت ايه بقى فوق. فطبعا انا لو حبيت مثلا ارسم الديفورمد شيب مثلا في مسألة زي ديت، هلاقي مثلا النص اللي على اليمين اللود بيرفعه لفوق، فهلاقي ده بيطلع لفوق كده، والنص اللي على الشمال طبعا العكس بيحصل له الايه العكس، بيحاول اللود ينزله الايه لتحت وكده. طبعا واحد فوق واحد تحت، فطبعا لازم يتقابلوا فين، لازم يتقابلوا على الايه عند الزيرو، ده اللي هيحصل، فلازم يتقابلوا في النص على الايه الزيرو. ليه؟ لان ده لو قلنا بوزيتيف الثاني ايه نيجاتيف، فعشان شيء بوزيتيف يتقابل مع شيء نيجاتيف فلازم يتقابلوا عند الزيرو اللي هو لا بوزيتيف ولا ايه ولا نيجاتيف، فتلاقي ان الديفورمد شيب معكوس، الديفورمد شيب معكوس. لو جينا نرسم البندنج مومنت دياجرام مثلا لنفس المساله، هتلاقي برضو في معكوس ايضا، يعني البندنج مومنت دياجرام في ناحيه لو فوق الناحيه الثانيه بيكون تحت، فطبعا واضح ان المومنت في الناحيه الشمال هيبقى بوزيتيف، وان المومنت في الناحيه اليمين اتعكست كانها مساله واتقلبت، فواحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف، فطبعا عشان البوزيتيف يتقابل مع النيجاتيف فلازم نمر بالايه بالزيرو، فلازم نمر بالزيرو، فيطلع المومنت البندنج مومنت هنا بيساوي ايه بيساوي صفر في النص. ليه؟ لان واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف فلازم يمروا بالزيرو عشان يتقابلوا، لان لو ما مروش بالزيرو يبقى مش هيتقابلوا، فده بيسموه تماثل ايه عكسي. الجيومتري بتبقى متماثله لكن الاحمال بتبقى يعني ايه كانها اتقلبت، يعني غيرت اتجاهها وكده عشان يبقى فيه يعني حاجة منحرفة، يعني ما هياش مظبوطة، يعني سموه اسكيو او انتي ايه سيمتري وكده. في بقى نوع ثالث، والنوع ده مر علينا كتير جدا ومشهور، هو اسمه بس يمكن ما كانش يعني المصطلح نفسه ما كانش بيتقال عليه اكسيال سيمتري. اكسيال سيمتري ده النوع يمكن احنا قابلناه بكثرة فيما يعرف بالسيرفيس اوف ريفوليوشن، السيرفيس اوف ريفوليوشن اللي هي السطوح الايه السطوح الدورانيه، السطوح الدورانيه. لو نفتكر احنا كان بيبقى مثلا عندنا خط مثلا، وفي مثلا كيرف مثلا، وليكن جزء من 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 دايره مثلا، والكيرف ده هيلف 360 درجه حوالين المحور، حوالين الايه المحور. طبعا المحور رأسي وعندي كيرف، والكيرف هيلف 360 درجة، فلما هيلف 360 درجة بيرسم ايه، بيرسم ما يعرف بالدوم. طبعا
ده تكملة الايه الشكل بعد ايه ما يلف وكده، ده تكملة الشكل بعد الايه الدوران. فالكيرف لما هيلف 360 درجة يعني، وهو ماشي بقى ما بيفوتش يعني ايه، يعني كأنه يعني بيمسح كده يعني، ما فيش ما بيقفزش، لا ده هو ماشي يعني دغري يعني ما فيش فواصل. فلما هيلف 360 درجة هيقوم يرسم لي ايه ما يعرف بالقبة يعني، او الايه او الدوم. طبعا هنا الاساس عندي كان عباره عن ايه، كان عباره عن كيرف. الكيرف ده هو اللي ولد الشكل ده بنسميه الجينيريتور، اللي هو الراسم بتاع المساله، اللي هو لما بيلف 360 درجه بيمسح في الفراغ سطح على شكل ايه قبه وكده. طبعا نفس القصه لو احنا عندنا مثلا اسطوانه، يعني لو انا برضو عندي محور راسي وتخيلت ان عندي فيه هنا بقى الراسم خط ايه مستقيم، خط مستقيم رأسي مثلا، ده الراسم، ولفيت الراسم ده 360 درجة، فلما هيلف 360 درجة هيرسم لي ايه سطح ايه اسطواني، سطح اسطواني. لكن هنا في المسألتين دول كل شيء بيلف حوالين محور، اللي هو المحور الايه الرأسي ده اللي هو الايه المحور اللي انا بلف ايه حواليه، اللي هو الاكسس اللي احنا بنلف ايه حواليه. فهنا كل شيء في المسألة بيدور 360 درجة حوالين محور، فبيبقى عندي فيه جينيريتور اللي هو المولد بتاع المسألة او الراسم بتاع المسألة. الجينيريتور ده بيلف 360 درجة فيرسم سطح، طبعا على حسب بقى الجينيريتور، لو هو خط رأسي يعمل ايه سلندر اسطوانة، لو هو كيرف يعمل دوم، طب لو هو خط مائل يعمل كون اللي هو الايه المخروط. طيب لو انا غيرت بقى الخط بقى واخترت خط بقى ايه مختلف شوية زي الخط اللي هو موجود في المسألة، اللي هو الخط اللي لونه ايه احمر ده، هناخد الخط ايه اللي هو لونه احمر ده، عملت كيرف إيه بالشكل دوت كده، ده الجنريتور عندي اللي هو ابتدى من تحت من هنا وانتهى فوق هنا، ده الجنريتور. فطبعا الخط ده لما هيلف رسم حاجه زي برميل، حاجه زي ايه شكل برميلي كده، شكل ايه برميلي. طبعا هنا ده الجنريتور زي ما قلنا، وده هيلف كام درجه، هيلف 360 درجه، وبيلف حوالين مين بقى، بيلف حوالين محور، المحور ده اللي هو المحور اللي لونه ايه ازرق، ده الاكسس اللي هيحصل حواليه الدوران او هيحصل حواليه ايه التماثل. طبعا الجسم لما بيلف 360 درجة، فطبعا النقطة بترسم ايه يعني، النقطة بترسم دايرة، حتى لو اخدت النقطة اللي في النص هتلاقيها برضو ايه رسمت دايرة، بس دايرة اكبر شوية. ليه؟ لان نص القطر هنا اكبر من نص القطر ايه فوق، والنقطة اللي تحت خالص ايضا هترسم دايرة تالتة بس اصغر شوية، لان التلات دوائر مش بنفس انصاف الايه الاقطار. لكن في النهاية عندي خط اللي لونه احمر لف 360 درجة حوالين محور، فرسم سطح، السطح ده واخد شكل البرميل وكده. فالنوع ده من التماثل بنسميه اللي هو الاكسيال اي سيمتري. هنا تماثل حوالين محور، تماثل حوالين محور مش حوالين بقى ميرور اللي هي المرآة او كده، لا ده تماثل حوالين خط. كل شيء في المسألة بيدور 360 درجة حوالين ايه الخط. طبعا احنا قلنا هنا في حاجة لازم تتحقق، ان انا لازم الف 360 درجة، لان طبعا هيقابلني نوع تاني هنشوفه دلوقتي مختلف شوية، هو قريب من الاكسيال سيمتري لكن مختلف سنة وكده. لكن هو برضو في نقطة برضو عشان يعني تبقى الامور واضحة، احنا بنقول قلنا على السطوح اللي هي بتلف حوالين محور 360 درجة، او الاجسام اللي بتلف 360 درجة، ان هي اسمها ايه سيرفيس او سيرفيسز بقى بالجمع اوف ايه اوف ريفوليوشن. طبعا سيرفيس او سيرفيس على حسب بقى ايه هو مفرد ولا ايه ولا جمع وكده يعني. الفكره ايه ان هو ليه قال سيرفيس، هو ليه قال سيرفيس، لان انا عندي خط، عندي اللي بيلف عباره عن خط، اللي بيلف بيبقى عباره عن خط. طبعا طالما في خط بيلف يبقى هيديني ايه، هيديني سطح، واحنا بعد كده هنشوف يعني ممكن يبقى عندي مثلا بوينت والبوينت هي اللي ايه اللي بتلف، وممكن يبقى عندي مثلا لاين واللاين هو اللي بيلف، وممكن يبقى عندي سيرفيس والسيرفيس هو اللي ايه اللي بيلف. فطبعا البوينت لما تلف، البوينت
لما بتلف غير ما اللاين يلف، غير ما السيرفس يلف. البوينت لما بتلف حوالين محور بتقوم ترسم ايه، تولد او ترسم لاين، يعني كأن البوينت دي كيان ادنى بيرسم الكيان الاعلى اللي هو اللاين. واللاين لما يلف بيرسم في الفراغ ايه، بيرسم ايه، سيرفيس. والسيرفيس اكيد لما هيلف هيرسم في الفراغ ايه، الكيان الاكبر او الاعلى اللي هو الايه، الفوليوم. طبعا الكلام ده هنبقى نشوفه وهنشوف التفاصيل بتاعته كده، لكن قبل ما اتنقل للنوع الرابع اللي هو هنشوفه حالا، هو بس في ملحوظة ناخد بالنا منها، هو ليه قال هنا سيرفيسز او سيرفيس اوف ريفوليوشن؟ ليه ما قالش ايه، ما قالش روتيشن؟ لانه هو دوران، يعني ليه ما قالش المصطلح اللي هو روتيشن اللي هو دوران؟ متعود اقول روتيشن على الدوران، كلمه ريفوليوشن دي بالنسبه لي يعني انا مستغربها شويه، لكن انا متعود اقول ايه روتيشن. طيب هل في فرق بين الريفوليوشن وبين الروتيشن، ولا عادي اقول روتيشن ماشي، اقول ريفوليوشن ماشي؟ لا في فرق طبعا، ممكن الفرق ده يعني احنا نلاحظه، يعني لو احنا يعني عملنا مقارنة، يعني لو انا عندي مثلا الشمس مثلا وعندي ايه الارض، وعندي ايه الارض، ومرة هدرس دوران الارض، دوران الارض حوالين ايه، حوالين محورها، يعني لو الارض ليها محور فهي بتلف حوالين محورها، حوالين المحور بتاعها سي، هنسميه مثلا محور اكس اكس. فلو الارض بتلف حوالين محورها هي، فده بنقول عليه ايه، بنقول عليه روتيشن، وده بيبقى مرة كل 24 ساعة اللي هي اليوم، اللي هو تعاقب الليل مع الايه، تعاقب الليل مع النهار وكده، دي لو هي الايه الارض. لكن في نفس الوقت بقى في دوران تاني، الارض في نفس التوقيت بتلف حوالين مين؟ حوالين الشمس، بتلف حوالين الشمس، يعني بتلف بقى في، بس هي مش بتلف في دايرة، يعني بتلف في شكل ايه، بيضاوي، حوالين الايه، حوالين الشمس، يعني كل شوية بتتنقل ايه من مكان وهي بتلف كده حوالين ايه الشمس. لكن الدوران التاني ده اللي هو حوالين الشمس بياخد بقى 365 ايه يوم، وان كان الدوران حوالين نفسها بياخد 24 ساعة اللي هو اليوم، اللي هو تعاقب الليل والنهار، انما التاني ده هيبقى ايه 365 يوم، اللي هو بقى تعاقب الفصول بتاعت السنة، فصول السنة وكده. ففي الحالة ديت من هنا بقى جاء ايه، ان في روتيشن وفي ريفوليوشن. هي لما تلف حوالين محورها يبقى ده روتيشن، لكن لما تلف حوالين محور حد تاني زي الشمس فده بنسميه ايه، ريفوليوشن. وده يمكن الواضح في المسائل عندنا، ان في خط ليه محور او ليه محاور خاصة بيه، لكن بيلف حوالين محور اخر غير محوره، فبالتالي ده بنقول عليه سيرفيس اوف ايه، اوف ريفوليوشن. النوع بقى الرابع، النوع الرابع اللي هو زي ما قلنا قريب من الايه، من النوع الثالث اللي هو بيسموه بقى سايكليك. سايكليك وهنا سايكليك جاي من سايكل، يعني دوره، يعني هو في الغالب بيبقى في دايره، يعني في دايره وبنلف حوالين الدايره، بس ايه الدوران هنا مختلف شويه عن الاكسيال سيمتري في ان ده يعني ايه ليه دوره، يعني حاجه بتتكرر، مش ما فيهاش اتصال كامل، يعني فيهاش اتصال زي الاكسل سيمتري، بتلاقي الخط بيمشي بيزحف كده، بيمسح في الفراغ كأنه ماشي على محيط ايه، يعني الخط ماشي على محيط دايرة، ماشي على محيط دايرة. يعني انا لو برسم اللي هو النوع اللي هو اللي هو الثاني بقى اللي هو الاكسيال سيمتري، لو انا تخيلت ان عندي مثلا في دايره مثلا كده، في ده مستوى افقي، والدايره دي ليها سنتر، وبعدين في محور راسي، ده اللي فوق دوت عباره عن محور راسي خارج من السنتر بتاع الدايره، يعني اتخيل الدايره ديت عباره عن مستوى افقي، عندي دايره في المستوى الافقي، دايره افقيه، وانا جيت من السنتر بتاعها طلعت محور اللي هو سي، هنسميه محور واي، واي ده محور ايه راسي، محور راسي بالنسبه ايه للدايره. فطبعا اسقاط المحور الراسي هيبقى نقطه، اسقاط المحور الراسي هيبقى نقطه اللي هو مركز الايه
مركز الدايره. في عندي هنا ايه بوينت، عندي فيه هنا ايه بوينت، البوينت ديت اللي هي اسقاط مين؟ اسقاط الاكسس اللي هو الايه المحور اللي هو اللي انا بلف حواليه. الدايره دي انا رسمتها، انا هاجي بقى على المحيط بتاع الدايره وارسم خط ايه راسي، وارسم خط راسي هنا اللي هو الايه الجينيريتور اللي هو الخط مثلا هنسميه A بي، وارسم خط راس، وبعدين هقول للخط ده امشي على محيط الدايره، امشي على محيط الدايره، وانت ماشي انت بتمشي 360 درجه، يعني ما فيش قفزه، يعني مش بعد شويه مثلا هلاقيه بيقفز ويسيب حته فاضيه، لا ده هو ماشي يمسح كانك بتمسح حاجه كده، يعني بتنظف مكان، فاللي بينظف وهو بيمسح طبعا ما بيسيبش فراغ، ما بيسيبش مكان فاضي، لا ده هو ماشي على محيط الدايره، ما بيفوتش، يعني ما بيسيبش جزء فاضي، فماشي كأنه في خط أو تراك وهو ماشي على التراك 360 درجة، فبالتالي ما فيش فراغات، فده بنسميه إيه اللي هو الأكسيال سيمتري، الأكسيال سيمتري. إنما بقى النوع الجديد اللي هو بقى السايكليك، وزي ما قلت ساعات يسموه ايه راديال، وساعات تانية يسموه روتيشنال، كل ده جاي من انك بتلف حوالين كأنك ماشي على محيط دايرة، كأنك ماشي على محيط دايرة وبتلف، فبالتالي هو راديال او روتيشنال. سايكليك ايضا تعني ان في دايرة، في سايكل، في دورة، شيء بيتكرر، بس هنا بقى يعني في تكرار، يعني في قفزة. فلو انت بصيت للرسمة اللي في المسألة هتلاقي في عناصر بتتكرر، انا بس هشر عنصر واحد من العناصر، يعني هاخد عنصر وهشر عنصر، وليكن مثلا العنصر ده عبارة عن يونت في المسألة، تلاقي المسألة تحس ان المسألة مكونة من مجموعة من العناصر اللي ليها نفس الشكل، يعني لو عديناهم ادا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 عنصر، هنا 18 ايه 18 عنصر، طبعا انا عندي الزاوية كلها كام 360 درجة، يبقى اكيد كل واحد بيتكرر بعد كام بعد 20 درجة، بحيث في النهاية اوصل للدايرة الكاملة اللي هي ايه اللفة الكاملة اللي هي كام 360 درجة، 360 درجة. فالعنصر ده بيتكرر، العنصر ده بيتكرر، ومن هنا جت كلمة سايكليك، يعني في حاجة ايه يعني بعد زاوية معينة تلاقيها كررت نفسها، او في شيء مماثل، او في شيء ايه مماثل، يعني انا لو اخدت مثلا خط كده من السنتر بتاع كل إليمنت مثلا، يعني لو قلت ده سنتر إليمنت وده سنتر الإليمنت اللي بعديه، يبقى الاقي هنا الزاوية دي كام 20 درجة، فكأن لو السيستم اللي قدامي ده لف 20 درجة يقوم ينطبق على نفسه، كل ما يلف 20 درجة ينطبق على نفسه، كل ما يلف 20 درجة ينطبق على نفسه. والكلام ده احنا ممكن نشوفه في الطبيعة، يعني لو انا مثلا عندي المروحة اللي في البيت مثلا، انا هحاول ارسم كده شكل قريب من المروحة، هتخيل ان عندي 3 اضلاع والتلات اضلاع دول بيعملوا زوايا 120 درجة، وبعدين هاجي اركب على كل لوح مثلا ايه اللي هو ايه ريشة من الريش التلاتة بتوع الايه المروحة، فلاقي الريشة الفوقانية بالشكل ده، دي اول ايه ريشة، هاجي مثلا اعمل التانية بشكل لون تاني، فلاقي دي عبارة عن الريشة رقم ايه 2، وبعدين الريشة رقم 3 هلاقيها هي المتبقية، دي الريشة رقم ايه رقم 3، فهلاقي في هنا 3 ريش شبه بعض بالظبط، وبالتالي انا ممكن يعني اخد واحدة منهم فقط واقول والله هي ديت بتتكرر، هي دي بتتكرر، فانا لو انا خدت الريشة ديت هلاقي الريشة دي فعلا لو لفت لو انا لفيت زاوية قيمتها 120 درجة 120 درجة، وانا مسمي الريشة دي رقم 1 والريشة دي رقم 2 مثلا والريشة الثالثة رقم 3، فلو انا لفيت 120 درجة هلاقي الريشة رقم 1 هتنطبق على 2، ولو لفيت تاني هلاقيها تنطبق على 3، ولو لفيت تالت هلاقيها ترجع تنطبق على ايه على نفسيها، فده تحس ان في سايكل، يعني حاجه كل 120 درجه بتتكون، كل 120 درجه كان التكرار بيتم كل 120 ايه كل 120 درجه، التكرار
بيتم كل 120 ايه 120 درجه، ففي سايكل في تكرار كل 120 درجه، وفي دوران، في دوران، وفي نقطه انا بلف حواليها، اللي هي النقطه ديت اللي هي التقاء المجموعه مع بعضها، التقاء المحاور مع بعضها. والنقطه دي طبعا في البلان نقطه، لكن في الاليفيجن هيبقى عباره عن خط، هيبقى عباره عن خط. فكانه بالظبط النوع ده هو زي الاكسيال سيمتري، بس الفرق بينهم ان ده بيقفز، يعني بي 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 بيشتغل كل 120 درجة، انما التاني لا، ده التاني كان بيمشي يعني ايه، ما فيش ولا ملي حتى، ده هو متواصل، انما ده متقطع، ده متقطع يعني 120 درجة، وبعدين يكون نفسه زي اللي بيصور كده صورة، مكنة بتصور فتلاقيها كل كام ثانية كده تطلع صورة، كل كام ثانية تطلع صورة، في تكرار، في تكرار، في شيء بيكرر نفسه، بس بيكرر نفسه مع الدوران، بيكرر نفسه وهو بيلف. فالسايكليك يعتبر كأنه حالة خاصة من الأكسيال، حالة خاصة من الأكسيال. الأكسيال بيلف باستمرار، إنما السايكليك لا، عاتل نفسه بقى إيه، قيمة، زاوية، بيكرر نفسه مع زاوية وكده يعني. طبعا هنا أنت قلت في تكرار بس بالدوران، تكرار بس بالإيه، بالدوران، يعني في وأنت بتلف في شيء بيكرر نفسه كل زاوية، كل زاوية. طيب، ما هو ممكن يبقى ألاقي برضو في الطبيعة تكرار، ولكن مش بالدوران بقى، لو أنا ماشي في اتجاه خط إيه، مستقيم. ومن هنا طبعا جاء النوع الخامس بقى، اللي هو الإيه، الريبيتيتيف، اللي هو في كلمة ريبيت، ريبيتيتيف جاية من ريبيت، ريبيتيتيف جاية من ريبيت، وريبيت معناها إيه؟ معناها إن في إيه، شيء بيتكرر. فأنا عندي المصطلح اللي هو ريبيت، اللي هو معناه تكرار، شيء بيتكرر، لكن هنا بقى مش بيتكرر وهو بيلف حوالين نقطة، بيلف على محيط دايرة، لا، ده هو هنا ممكن يبقى ماشي في اتجاه خط إيه؟ في اتجاه خط مستقيم، أو في أي اتجاه. فلو بصينا في الرسم اللي قدامنا ده، المثال، هلاقي فيه جسم فعلا اللي هو فيه فتحات. الجسم ده لو انت خدت مثلا من السنتر للسنتر كده، يعني خدت محور هنا كده في السنتر، ومحور تاني هنا في السنتر اللي هو بين الدوائر، وقعدت تمشي كده، هتلاقي فعلا في قطعة بتتكرر، بس انت هنا بتكرر نفسك وانت ماشي في اتجاه ايه، خط. ده مختلف شوية عن اللي هو السايكليك، لان السايكليك بيبقى ماشي في ايه، في بيلف، يعني بيلف وكده. انا هنا بقى بطلع اخد بقى قطعة واحدة، دي قطعة من القطع اللي بتتكرر، اللي هي بيحصل لها ريبيت، بيحصل لها ايه، ريبيت وكده. فانا اخدت القطعة دي بره، اخدت القطعة دي بره، والقطعة دي اصلا انا بعد ما اخدتها بره ممكن الاقي فيها نوع تاني من السيمتري غير الريبيتيتيف، ممكن الاقي فيها سايكليك سيمتري. طب ازاي؟ تعال نشوف القطعة دي، احنا عارفين شكلها مربع، السكشن بتاعها مربع، وفي ايه، وفي فتحة دائرية في النص. فلو أنا رسمته كده، رسمت الشكل دوت، هلاقي ده عبارة عن الشكل اللي قدامي، ده عبارة عن الجسم، وفي إيه، وفي فتحة إيه، دائرية. فطبعا الشكل ده اللي هو إسقاط الرسمة اللي أنا يعني أخدتها بره، اللي هي جاية من الريبيتيشن يعني، أو الريبيتيتيف، أو من الريبيت ده كده، الشكل اللي انا وصلته. النوع ده انا ممكن ابص له كانه يعني بعد ما قطعت جزء من المساله، ممكن ارجع اقطعه تاني لاجزاء، اختصره مره اخرى. فانا ممكن هنا اقول انا عندي هنا مثلا في اتنين ميرور، ممكن اخد ميرور راسي كده، ويبقى نص المساله يمين ونصها شمال، ممكن تتقسم نصين، وممكن ارجع اخد ميرور تاني افقي، ممكن اخد ميرور تاني افقي وارجع اقسمها تاني النص، ارجع اقسمه نصين، يبقى ربع وربع. فممكن يبقى عندي هنا في ميرور افقي، وممكن يبقى عندي في ميرور تاني راسي. وفي الحاله ديت لو انا استفدت من الميرور الافقي ومن الميرور الراسي، هيقوم يطلع لي في الاخر ربع المساله، وربع الدايره اللي كانت عامله فراغ في النص. فانا طبعا هنا قطعت ايه، قطعت كده، ده النهائي بقى، بعد ما استفدت انا بقى من الميرور الرأسي دوت، استفدت من الميرور الرأسي، وبعد ما استفدت من الميرور الايه، الافقي. بس انا هنا في بقى حاجة لازم تاخد بالك منها، ايه هي، ان الخط اللي انا يعني الخط ده كده سبق، ده جاي من قطع، يعني الخط ده كده جاي، يعني هنعمله حتى خط ايه، معرج كده، لان ده جاي
من سابقا من قاطع، انا كنت قاطع هنا، وايضا في الوضع الجديد برضو انا قاطع ايه، قاطع في الجزء ده، وقاطع برضو عند الجزء ده. طيب انما ده بطبيعته من الاول خالص مفيش عنده قاطع، وده برضو الكيرف ده بطبيعته مفيش عنده قاطع. اللي تخلي بالك بقى بالك منه ان كل الاماكن اللي حصل فيها قطع او عندها قطع محتاجه يتحط عندها ايه، ما يعرف بالباوندري ايه كونديشنز، يعني هنحط عندها ايه بقى، سبورتس معينه ولا هنحط فورسز معينه، هنشوف الكلام ده كله. فتيك كير، لان القصه مش قصه ان انا اقطع المساله او اختصر المساله او اخد ربع المساله او اخد جزء بسيط جدا من المساله. مفيش مانع تختصر المساله، بس في النهايه لازم تحط الباوندري كونديشنز المناسبه. وهناخد امثله وازاي بنحط الباوندري كونديشنز وايه اللي يحصل لو حطينا باوندري ايه كونديشنز غلط وكده. يبقى انا هنا بعد ما خدت جزء يونت، لان طبعا المساله ديت ريبيتيتيف، ريبيتيتيف يعني ايه، زي ما قلت يعني في تكرار، يعني اليونت اللي انا اخدتها بره ديت اللي هي اليونت ديت متكرره في المساله كام مره؟ ادا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمن أجزاء. في تكرار هنا، في شيء بيكرر نفسه، كرر نفسه 8 مرات، قمت أنا خدت منه إيه، واحدة بس، حتة واحدة. فبقول الحتة دي تكفي بقى لتمثيل المسألة. وأنا لو حليت القطعة ديت يبقى كأني حليت الإيه، كأني حليت المسألة. إيه اللي يخليني أحل التمانية طالما التمانية في تكرار، في تشابه؟ ما هو السيمتري معناها إيه، إن في شيء بي 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 شكله ما بيتغيرش، غيرش ابعاد، يعني هو كل اللي بيحصل انه بيكرر نفسه، بينقل مكانه، بيقف قدام مرايه فيشوف الانعكاس بتاعه، لكن في النهايه هو نفس الشيء. فاللي يحل جزء كانه حل الايه، الكل. رجعنا بعد ما خدنا الجزء دوت قلنا لا، ده الجزء ده كمان ممكن يرجع يتقسم لايه، لاربع اجزاء، يتقسم ليه اربع اجزاء. بس نقسمه ازاي؟ واحد قال انا هشتغل بالميرور، بالنوع الاولاني اللي هو الريفلكتيف اللي هو الانعكاس. واحد تاني قال لا، ده المسألة ديت انا هبص لها من وجهة نظر تانية. ايه هي وجهة النظر التانية؟ انا عندي المسألة، ده كان المواجهة بتاعتها، ودي عبارة عن الدايرة، وده عبارة عن الايه، عن الجسم. طيب ما انا ممكن ابص للمسألة ديت على انها النوع الأخير اللي هو النوع رقم 5، اللي هو نوع رقم 4 سوري، اللي هو الايه، السايكليك اللي هو بيبقى فيه شيء بيلف حوالين نقطة، بيلف على محيط دايرة وبيكرر نفسه. فأنا لو بصيت في المسألة واعتبرت إن ده الربع ده كده هو اللي هيلف في زاوية كام بقى في الحالة ديت؟ واضح إن الزاوية هنا هتبقى كام؟ يعني الشكل بيكرر نفسه كل 90 ايه، كل 90 درجة. يعني الربع اللي انا رسمته دوت، الربع اللي انا رسمته ده او اللي انا اخدته ده، او الوحدة اللي انا اخدتها اللي هي بتمثل الربع، الوحدة ديت لو لفت 90 درجة هتقوم تنطبق على الوحدة رقم كام؟ على الوحدة التانية اللي هي ايه، سمي دي الوحدة رقم 1، ودي الوحدة رقم 2، ودي الوحدة رقم 3، ودي الوحدة رقم 4. فدي كأنها الشكل ده كأنه مروحة، وفي اربع ريش، وفي اربع ريش مش ثلاثة، والريشة الواحدة منهم، أو بمعنى تاني الشكل اللي قدامك ده لو لف 90 درجة ينطبق على نفسه، ولو لف 90 درجة تانية ينطبق على نفسه، ولو لف 90 درجة تالتة، يعني كل ما يلف 90 درجة تلاقي الشكل الأصلي منطبق على نفسه. طبعا ده على أساس إيه بقى؟ إن الشكل ده مربع، يعني الضلع الرأسي والضلع الأفقي قد إيه؟ قد بعض. طبعا لو هو مستطيل الوضع بقى هيختلف، ممكن الزاوية بتاعت الدوران، يعني هو مستطيل بقى هضطر اخد الايه، يعني الوضع هيختلف. مش عاوزين نخش في التفاصيل دلوقتي، لكن هنا انت ممكن تعتبر في الاخر خالص كأن انت عندك سنتر، ده سنتر للدايرة، وفي جسم اهوت، والجسم ده لو لف كل ما يلف 90 درجة، كل السايكل بتاعه 90 درجة، كل ما يلف 90 درجة فبيكرر نفسه، كل ما يلف 90 درجة فبيكرر نفسه. فبيبقى في الحالة دي اليونت بالنسبة لي هو الربع، وهو ده الجزء بس اللي انا محتاج ان انا اخده واحله بالفاينات ايليمنت، والنتائج اللي بتطلع بقوم بقى ايه،
يعني اكررها بقى على بقيه الايه الاجزاء. دول الخمس انواع اللي بيقابلوني. لكن خلي بالك بس يعني ايه من اللي هو الاكسيال والسايكليك. الفرق بينهم ان الاكسيال بيبقى هو بيلف، ما فيش انقطاع، ما فيش قفزات، انما السايكليك بيبقى فيه ايه، فيه قفزات، بيبقى فيه قفزة، فيه زاوية. السايكليك والريبيتيتيف برضو تحس ان هم حاجة واحدة، بس واحد بيقفز في اتجاه وبيلف على المحيط، والتاني ماشي في خط ايه، ماشي في خط ايه مستقيم. ومن هنا يعني يمكن هتلاقي بقى في البرامج بتاعت الكمبيوتر هتلاقي مشهور جدا مصطلحات كده. في مصطلح اسمه اكسترود، اكسترود، وفي مصطلح تاني اسمه ريبليكيت. ريبليكيت مصطلح اكسترود ده اللي هو بيديني اللي هو يعني في نوع منه. يعني طبعا قبل ما نشرح الفرق المصطلحين بيتعاملوا مرة لو انت ماشي في اتجاه راديال، يعني بيتطبقوا مرتين. عندك إمكانية في البرامج إنك تستخدم خاصية اسمها اكسترود وخاصية تانية اسمها ريبليكيت، وهتلاقي كده لما تدخل هتلاقي الاكسترود ممكن يتعمل مرة راديال وممكن مرة تانية يتعمل ايه لينير، يتنفذ مرة راديال ومرة ايه لينير، وكذلك الريبليكيت ممكن يتنفذ راديال وايه ولينير. يعني ايه راديال؟ يعني راديال معناها انك بتلف في حوالين دايرة، يعني بيبقى شغلك كله حوالين دايرة، ماشي في دايرة ولها مركز، وانت بتلف حوالين على المحيط، انت واقف فوق المحيط وبتلف حوالين الايه السنتر. والسنتر طبعا بيبقى اسقاط ايه، اسقاط محور زي ما قلنا. يعني احنا في الاصل لما بنيجي نرسم الدايرة بنعتبر ان الدايرة دي واقعة في مستوى ايه، في مستوى ايه افقي، هوريزونتال، هوريزونتال ايه بلين، عندي مستوى افقي عبارة عن دايرة، والدايرة دي لها عبارة عن ايه، عن السنتر، وبنخرج من هنا بقى من السنتر محور اللي هو ايه، اللي هو الاكسس اللي هو الفيرتيكال اكسس. وبالتالي هنا اي جسم بقى موجود على المحيط بتاع الدايرة، موجود هنا في الحتة دي على المحيط، هيلف على المحيط، والجايد بتاعه هو المحور اللي هو الرأسي اللي لونه احمر. فانا بلف حوالين محور، وانا بلف بقى بيبقى عندي نوعين او امكانيتين بقى. امكانية ان انا وانا بلف يبقى لفة متواصلة اللي هي بقى تبقى ايه اكسترود. اكسترود ده اللي هو اللي بيبقى متواصل، متواصل يعني وانت بتلف بتلف ما فيش انقطاع، يعني ما فيش ايه انقطاع، بيبقى متواصل يعني ما بتفوتش، يعني ده اللي هو الايه المتواصل اللي هو النوع المتواصل. انما الريبليكيت بقى اللي هو اللي بيبقى الايه اللي فيه قفزات، يبقى ده المتقطع، ده الايه المتقطع اللي انت يعني ايه بتفوت فيه، يعني بتكرر نفسك بس في انقطاع، في قفزات، يعني في قفزة كده زي اللي يعني بيقفز كده، فبيبقى فيه بيبقى واقف في مكان وبعدين يقفز لمكان تاني بعيد عنه، وفي بين المكانين مسافة. انما الاكسترود لا، في مفيش فراغات، مفيش مسافات، ده كله تاتش مع بعضيه، كله متصل مع بعضيه وكده. فانت لو انت اشتغلت بقى بالنوع اللي هو الاكسترود وراديال، اشتغلت اكسترود وبالنوع اللي هو الراديال، يبقى في الحالة ديت هتوصل لما يعرف بالاكسيال ايه، الاكسيال سيمتري، الاكسيال سيمتري. لو انت اشتغلت بالريبليكيت مع راديال، لو اشتغلت بالريبليكيت، احنا طبعا عشان برضو الكلام ما يبقاش مكتوب غلط هنكتب تاني. لو احنا اشتغلنا هناخد بقى الاكسترود، خلينا ناخد الاكسترود وبعدين ناخد الريبليكيت. لو انا بشتغل في النوع اللي هو الاكسترود اللي هو بيمسح وهو ماشي، يعني بيمسح لو اشتغلت معاه النوع اللي هو الراديال
وممكن اشتغل مع النوع الثاني اللي هو الايه اللينير. لو اشتغلت انا مع الاكسترود راديال فده هيديني اللي هو الاكسيال ايه الاكسيال سيمتري الاكسيال ايه سيمتري. والنوع ده ساعات بقى بيسموه بقى ايه يعني عشان بدل ما يقول اكسيال وسيمتري بياخد من اكسيال جزء اللي هو ايه اكس اي اكسي ايه سيمتري اكسي سيمتري. ده النوع بعد ما يعني اختصر اللفظين في لفظ واحد فبيسميه اكسي سيمتري يعني تماثل حوالين محور بس هنا في ايه في اتصال هنا في اتصال في وهو بيلف مفيش انقطاع وكده. لو انا بقى اشتغلت الاكسترود مع اللينير اكسترود مع اللينير فبيديني نوع من المسائل متصل ايضا لكن ماشي في خط بقى بدل ما هو ماشي في دايره بيلف على محيط دايره لا هو ماشي في خط فده بيديني مسائل نوع من المسائل اللي احنا هنعرفه بعد كده اسمه ايه اسمه البلين بلين ايه بلين سترين نوع من المسائل اسمه بلين ايه بلين سترين. ده برضو هنبقى نتعرض ليه يعني هو الاكسيسيمتري والبلين سترين هو الفرق بينهم ان في مثلا سي لو انت عندك مثلا سيكشن كده مثلا سطح كده فالسطح ده عنده احتمالين ان هو يمشي في اتجاه خط يمشي في اتجاه خط فيقوم يكون في الفراغ ايه فوليوم يعني هو اصلا كان سطح لكن مشي في اتجاه خط فكون في الفراغ فوليوم. انما مثلا لو انا بقى عندي نفس السطح ده وبدل ما هيمشي بقى في اتجاه خط لا ده هيلف ايه على محيط دايره فبيرسم في الفراغ فوليوم ايضا بس الفوليوم ده بقى على شكل حلقه وكده. فهو الاثنين تحس ان هما شيء واحد الجينيريتور عباره عن سطح اللي هو المتهشر بس مره يمشي في اتجاه خط ده بنقول عليه ايه بنقول عليه لينير ومره يمشي على محيط دايره فبنقول عليه ايه راديال لكن العمليه واحده ان ده ماشي وبيمسح بيمسح في الفراغ حيز من الفراغ على شكل فوليوم بس مرة يبقى في اتجاه خط ومرة يبقى في اتجاه ايه دوران حوالين محور يبقى كأنه ماشي على محيط ايه دايرة فده بنسميه اكسي سيمتري. انما اللي بيبقى ماشي في خط ده فبنسميه بلين سترين ودي مسائل لها طبيعة خاصة. طبيعة خاصة هي ايه ان الشكل اللي انت الرسم بتاعك او اللي هو الشكل المتهشر السطح المتهشر ده بيتكرر كل ما تمشي يكرر نفسه كل ما تمشي يكرر نفسه نفس القصة في الناحية التانية برضو في سطح بيكرر نفسه لكن واحد ماشي خطي والتاني ماشي ايه دائري وكده ده الفرق. فده بيعمل مسائل وده بيعمل مسائل وده ليه خواص وده ليه خواص ومميزات وهنستفيد من المميزات بتاعت كل واحد ونشوف ازاي نختصر المسائل من مسألة كبيرة لمسألة صغيرة ونوفر الجهد والوقت وكده. لو رحنا بقى للنوع بقى التاني بقى اللي هو الريبليكيت احنا قلنا الريبليكيت يعني ايه مختلف عن الاكسترود في انه بيقفز بقى هنا يعني مش متصل بقى لا في قفزة في جاب في فراغ بين القطعة والقطعة في فراغ زي اللي بتنطط كده زي اللي بتنطط مش متصل لا يعني في زي مثلا ما تبقى ماشي في الشارع وتلاقي أعمدة النور مثلا بين كل عمود وعمود مسافة زي مثلا ما تيجي تعمل في بيت أعمدة خرسانية فتلاقي بين العمود والعمود في مسافة في مديول كده العمود بيكرر نفسه لكن كل ايه كل ايه مسافة وكده يعني مثلا احنا ممكن نقرب الامور شوية يعني لو عندي مثلا مثلا اعمدة مثلا ممكن الاعمدة تبقى مرصوصة في مديول خطي كده يبقى كأن العمود بيكرر نفسه كل ايه كل مسافة مثلا اللي هي ايه ال مثلا ال فده النوع اللي احنا قلنا عليه الريبيتيتيف ده في تكرار ده في ريبيت بس في بين القطعة والقطعة في جاب في مسافة في فراغ متقطع في قفزة اللي هي الايه اللي هي ال ال وممكن نفس المسألة ديت واحد عنده بقى مشروع دائري يعني بدل ما كان المشروع خط كده لا ده هو عنده ايه المشروع عبارة عن ايه دايرة فهو نفس القصة هيجي يحط الأعمدة بتاعته على المحيط بتاع الدايرة فهيلاقي نفس الكلام بين العمود والعمود برضو بين كل عمود وعمود هنا بقى في مسافة بس المسافة هنا ممكن نقول ايه نقول عليها ايه الزاوية يعني هنا ممكن احنا هنا بقى يبقى كلامنا بالايه بالسيتا بالايه بالزاوية فده برضو ريبيتيت
ريبيتيت، في تكرار، في ريبيتيشن. بس هنا ده بقى ايه، بدل ما كان هنا شغال لينير يعني على خط مستقيم، هنا بقى ايه، بقى شغال ايه راديال، على ايه، على محيط دايره، وهنا في ايه السنتر او المركز بتاع الايه الدايره. وطبعا لو نتيجه الاسقاط فالبوينت ديت اللي هي مركز الدايره ديت هي عباره عن كانت محور راسي، وانت طبعا بتلف حوالين المحور اللي هو اسقاطه نقطه، وبتلف على محيط دايره، النقطه دي مركز الايه الدايره. ده بقى النوع اللي احنا بنقول عليه ايه السايكليك، ده اللي احنا بنقول عليه السايكليك اللي هو تكرار بس وانت بتلف. فده ده اللي هو الايه السايكليك او الراديال او الروتيشنال. انما اللي كان بيبقى تكرار في اتجاه خط كنا بنقول عليه الايه الريبيتيتيف. الريبيتيتيف هو تحس ان هي الفلسفه واحده، بس هي الفكره انت بتعمل ريبليكيت في اتجاه خطي، في اتجاه خطي، ولا بتعمل ريبليكيت في اتجاه راديال. اذا انت بتعمل ريبليكيت في اتجاه لينير، اذا انت بتعمل ريبليكيت في اتجاه لينير فده هيديك النوع اللي هو الايه الريبيتيتيف، النوع اللي هو الريبيتيتيف. انما انت لو بتعمل ريبليكيت بقى في اتجاه راديال، بتلف بقى حوالين دايره وكده، ففي الحاله ديت النوع ده اللي احنا سميناه ايه السايكليك او الروتيشنال او الايه او الايه الراديال. فهو في الاخر خالص هما خاصيتين، والخاصيتين دول مشهورين جدا في البرامج. الخاصيه الاولانيه اللي هي الايه الاكسترود، والخاصيه الثانيه اللي هي الايه الريبليكيت. الفرق بينهم ان الاكسترود بيبقى متواصل، مفيش انقطاع، العناصر كلها متصله مع بعضيها البعض، انما الريبليكيت بيبقى فيه قفزه، بيبقى فيه ايه فراغ. والقفزه دي يا اما انت بقى عاوز تسميها بالمسافه افقيه، يبقى مسافة L مثلا لو انت شغال في اتجاه لينير يبقى مسافات، انما لو انت شغال بقى في اتجاه راديال يبقى ايه، يبقى زوايا. فبقول بيقفز كل درجة، كل كام درجة، كل 20 درجة مثلا يبقى عندي 18 قفزة مثلا، لو انا بلف دايرة 360 ايه 360 إيه درجة. فالموضوع بتاع الانواع السيمتري هياخدنا برضو لعلاقة مهمة جدا، يعني لازم تكون يعني في ذهنك واضحة، لانك بتلاقيها في البرامج وتستخدم، اللي هو ان انا اعمل مقارنة ما بين ما يعرف بالاكسترود. الاكسترود والاكسترود دي ظاهرة وموجودة حتى في الصناعة، وموجودة في اتجاهات كتيرة، وبين الظاهرة التانية اللي هي الايه الريبليكيت، اللي هي الريبليكيت. الاثنين دول يعني نفس العملية بتتم، لكن واحد منهم زي ما قلنا ده بيبقى متصل وده متقطع وده ايه متقطع. في برامج اخرى ساعات بتسمي الاكسترود بتسميه ايه سويب. سويب جاية من يكنس، يكنس او يمسح او يمسح. وطبعا انت لما بتيجي تكنس او تمسح بتلاقي ايه الآلة اللي انت بتستخدمها في الكنس او المسح بيبقى فيه اتصال، مش بتعمل جزء وترفع المكنسة مثلا، لا ده هي بتبقى ماشية متصلة كده زي اللي بيزحف كده عشان يمسح. وطبعا لو انت فاكر المساحة اللي بتمسح بيها في البيت هتلاقي ليها جزء كده اللي انت بتمسح بيه، وليها يد كده. الجزء اللي انت بتمسح بيه اللي تحت ده بالظبط هو عبارة عن خط، يعني هو عبارة عن ايه، عبارة عن خط، ده لاين ممس مع الارض. لكن اللاين ده لما بيمشي كده وانت بتمسح بيمشي كده، فبيمسح يعني حتى كلمة يمسح جاية من مساحة، ان هو ماشي على الارض بيمسح ايه سطح، يعني بيعمل ايه سطح. وده نفس القصة، يعني لو انت شفت البشاورة اللي احنا بنستخدمها في المسح مثلا، البشاورة بيكون ليها ده نفس الشكل بتاعها، وليها حد كده اللي هو الحد ده اللي هو الخط ده. فلو انت ركزت على السبورة بالخط مثلا A B، يعني خليتها كده البشاورة يعني كأنها السن بتاعها اللي هو ايه بي هو اللي جاي على السبورة، وبعدين بتسحبها كده، فهتقوم تمسح لك في الاخر ايه، تمسح لك سطح، السطح ده ارتفاعه اللي هو ايه اللي هو الاي بي، فتمسح الايه تمسح السطح. فالخط هنا ده لاين، لما بيمشي
بيعمل ايه؟ سطح، بيرسم سطح او يمسح سطح او بينظف ايه؟ او بينظف سطح. فاحنا هيبقى مهم جدا يعني ان احنا نعمل مقارنه ما بين الاكسترود والريبليكيت، وعرفنا الفرق ان الاكسترود متواصل بيكنس فما بيفوتش، يعني حتى كلمه يكنس او كنس معناها كده انه ايه؟ يعني بينظف، يعني ما بيتركش اجزاء، مش يمسح جزء ويسيب جزء لا. انما الريبليكيت لا، الريبليكيت معناه يعني ايه؟ في قفزه، في قفزه، في فراغ ما بين قطعه وبعد شويه ايه فراغ وبعدين قطعه تانية، ويبقى في بينهم القفزه او الايه او الايه الجاب. وده احنا شفناه بقى في حاجات كتيره، منها زي ما قلت المروحه. لما جينا نرسم المروحه فقلنا ليها ثلاث ريش، والريشه في مكان، وبعد كده في هنا فراغ اهو فاضي، وبعدين الريشه تيجي تاني، وبعدين فراغ تاني، وبعدين الريشه تيجي تاني، وبعدين فراغ تالت. فهنا تحس ان في ايه؟ كأن حاجه بتتنطط كده، بتقفز. غير بقى لما ايه؟ الاكسترود انت تشوفه بقى امتى؟ الاكسترود تشوفه لو المروحه دي شغاله وبتجري بسرعه كبيره جدا لدرجه انك ما تقدرش تميز مكانها فين، فبتحس كأنها موجوده في كل الاماكن في كل الايه؟ الاوقات وكده يعني. يمكن دول الانواع احنا يعني نعدهم تاني بسرعه، طبعا احنا ناخدهم واحد واحد يعني وبالتفصيل وبامثله وكده، فيعني لو الامور لسه مش واضحه فهتوضح بعد كده. يعني احنا عندنا قلنا التايبس هم ايه؟ هم خمسه. التايبس بتوع مين؟ بتوع السيمتري، بتوع السيمتري. النوع الاولاني اللي هو اكتر واحد موجود او مشهور او شائع، اللي هو اللي بنقول عليه الريفلكتيف، وريفلكتيف جايه من ريفلكشن، وريفلكشن معناه انعكاس، وانعكاس يبقى محتاج يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي ميرور، يبقى عندي ميرور. وممكن المساله الواحده يبقى فيها اكتر من ايه؟ اكتر من ميرور، يعني ممكن يبقى عدد الميرورز لا نهائي حسب بقى ظروف الايه؟ المساله. النوع الثاني اللي هو بقى يعني هو شبيه بالريفلكتيف، لكن الاحمال بقى او في اجزاء في المساله بتتعكس، فبنقول عليه السكيو او الايه او الانتي ايه الانتي سيمتري. يعني كانه بيقول تماثل ايه؟ تماثل. النوع الاولاني احنا قلنا النوع الاولاني لو تفتكروا يعني النوع الثاني طبعا هنقول بس نكتبه سكيو اللي هو الانتي ايه الانتي سكيو سيمتري وانتي سيمتري. كان الاولاني اسمه سيمتري اللي هو الميرور او الريفلكتيف، يعني احنا قلنا ساعات كده مجازا بتلاقي ايه يعني يطلق عليه يعني لو انا قلت كلمه سيمتري وسكت كده يبقى اكيد هو الميرور او الريفلكتيف. فلما يبقى ده هو السيمتري يبقى الثاني بقى هو ايه؟ السيمتري العكسي، السكيو ايه او الانتي سيمتري اللي هو التماثل الايه العكسي. النوع الثالث اخذناه ودرسناه كتير ومر علينا كتير اللي هو الايه اللي هو الاكسيال سيمتري، اللي هو التماثل حوالين محور الاكسيال سيمتري. قلنا بيسموه بقى الايه الاكسي ايه سيمتري. والنوع ده اللي هو السطوح الدورانيه، اللي هو السطوح اللي هو السيرفيسز السيرفيسز اوف ايه ريفوليوشن، اللي هو السطوح الدورانيه زي بقى الايه الكون والدوم والاسطوانه مثلا السيرفيسز اوف ايه ريفوليوشن. وعرفنا ليه ما بنقولش ليه قلنا ريفوليوشن وليه ما قلناش ايه روتيشن وكده. وده مر علينا كتير، يعني خدنا خزانات بقى الاسطوانيه وخدنا التغطيات بتاعتها سواء كانت بقى كون او دوم. وايضا النوع بقى الرابع، احنا كده اخذنا النوع الاولاني اللي هو الريفلكتيف او الميرور، والنوع الثاني اللي هو السكيو، والنوع الثالث اللي هو الاكسيال. النوعين الاخاره بقى، النوع الرابع اللي هو السايكليك، وقلنا ساعات ممكن نقول عليه راديال، وساعات تانية نقول عليه روتيشنال، وكلها بتأدي ايه
لنفس الايه لنفس المعنى. وطبعا هنا انت بتلف حوالين نقطة، لكن النقطة دي اسقاط ايه؟ النقطة اسقاط محور، النقطة اسقاط ايه؟ محور. هو شبيه بثلاثة، شبيه بثلاثة، بس قلنا الفرق بينهم ان ثلاثة متصل واربعة ايه؟ متقطع. خمسة بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الاخير اللي هو الريبيتيتيف، ده هو شبيه بمين؟ شبيه بأربعة، خمسة وأربعة زي بعض، بس واحد منهم اللي هو أربعة ده بيبقى راديال، وخمسة ده بيبقى إيه؟ بيبقى لينير. واحد بيقفز وهو بيلف، والتاني بيقفز وهو ماشي في خط ايه مستقيم. وزي ما أربعة وخمسة مرة واحد منهم شغال لينير والتاني شغال راديال، فبرضو ثلاثة اللي هو الاكسيال بيبقى شغال راديال، يعني اللي هو الاكسيال سيمتري ده راديال. وفي منه بقى نوع تاني اللي هو اللي هيبقى لينير، بس ده قلنا هيبقى نوع تاني من المسائل اللي احنا بنسميها ايه؟ بلين ايه سترين. ده نوع مشهور من المسائل، وفي حينه بقى هنبقى ندي امثله وكده. لكن دول الخمس انواع المشهورين للسيمتري، وزي ما قلت اكثرهم واكثرهم شيوعا اللي هو الميرور او الريفليكتيف، وساعات نقول سيمتري ويبقى معروف ان هو النوع دوت. النوع الثاني بقى اللي هو التماثل العكسي، النوع الثالث اللي هو التماثل حوالين محور اللي هو السطوح الدورانية، النوع الرابع اللي هو السايكليك اللي هو بيبقى دوران بس فيه تكرار كل زاوية، وبنقول عليه راديال وبنقول عليه روتيشنال. النوع الأخير اللي هو بقى الريبيتيتيف اللي هو أخو السايكليك، بس بدل ما يلف لا ده بيمشي في خط مستقيم. في أحيان يعني إحنا كده عرضنا الأنواع كلها، يعني دي زي محاضرة مقدمة كده بنعرض فيها كل الأنواع. طبعا بعد كده هناخد الأنواع نوع نوع بمسائل، ويعني بتفاصيل كاملة وكده من البداية للنهاية. زي ما قلنا برضو في دايما بيبقى فيه مصطلحات كده، يعني مثلا احنا قلنا ان في مصطلح اسمه ايه؟ سيمتري. سيمتري يعني ايه؟ يعني تماثل. هلاقي في بعض الأحيان في مصطلح بقى اللي هو العكس بقى، اللي هو ايه؟ عكس كلمة سيمتري، ان انا بضيف على المصطلح بضيف حرف الايه، فتبقى في الحالة دي بنفي ايه؟ بنفي الكلام. يعني هنا اللي فوق ده في سيمتري لما اضيف لها حرف الايه. طبعا عارفين في كلمات كده لما بتضيف لها حرف الايه بيبقى النفي بتاعها، يعني سيمتري معناها تماثل، السيمتري معناها ايه؟ مفيش تماثل. فانا مثلا لو خدت مسألة مثلا كاكزامبل وكده، لو انا عندي مثلا مثلث متساوي الساقين، مثلا مثلث متساوي الساقين، فبلاقي الضلع ده قد الضلع ده، والزاوية اللي على اليمين قد الايه الزاوية اللي على الشمال. فأنا هنا لو عاوز أقول هل في هنا تماثل، فممكن أجي كده وأرسم محور هنا كده وأقول ده عبارة عن الإيه؟ إسقاط الميرور. ده عبارة عن اللاين أوف سيمتري اللي هو الميرور عمودي على الورقة. الميرور هنا هتبقى لوح الإزاز اللي هو المراية عمودي على الإيه؟ الورقة. والنص اللي على الشمال هو صورته النص اللي على اليمين. فالخط الاحمر ده هيبقى ده في سيمتري، هنا في هنا ايه سيمتري، في سيمتري. انما لو انا خدت المحور التاني بقى للمثلث، خدت اي خط بقى في الاتجاه الافقي كده، والخط ده مثلا افقي، فطبعا هنا لو بصيت هلاقي النص او الجزء اللي فوق مثلث الشكل، الجزء اللي تحت شبه منحرف، طبعا مفيش تماثل. فهنا يبقى ايه النفي بتاع الكلمه، يبقى هنا السيمتري يعني مفيش تماثل. فده بس ايه عشان تبقى ده. طبعا غير كلمه اكسيسيمتري، يعني احنا قلنا بقى في مصطلح تاني اللي هو كان بنقول عليه اكسيال ايه سيمتري، اكسيال إيه سيمتري، دي حاجه تانيه. هنا بقى انا بختصر القصه دي، باخد من فوق اكسي اللي هي ايه اكس اي، وبعدين بحط كلمه ايه سيمتري،
هو بس كنوع من ان هي تبقى كلمه واحده ويبقى اوفر شويه في النطق وكده. فالاكسيمتري غير الاسيمتري، عشان بس نبقى عارفين ان دي السبيلنج بتاعها غير دي، والمعنى غير المعنى وكده. وطبعا الاكسيمتري ده زي ما قلت ده مشهور، يعني اللي هو السطوح الدورانيه، وفي شابتر كامل في الفاينايت اليمنت. الشابتر دوت في الفاينات اليمنت ميثود في شابتر كامل اسمه الاكسي سيمتريك سيمتريك ايه سيمتريك اليمنت. شابتر بيتكلم عن العنصر اللي هو او المسائل اللي هي بيبقى فيها السطوح الدورانيه، زي اي سطح دوراني بقى، مش لازم يبقى دوم ولا كون ولا سلندر، ممكن ياخد اي حاجه بتدور 360 درجه، فبقول عليها ايه اكسيمتري وكده. ده بالنسبه للاكسيال سيمتري والاسيمتري. ايضا يعني برضو يبقى في ذهنك واضح ان احنا نعمل مقارنه دايما ما بين الاكسترود والريبليكيت، نعمل مقارنه ما بين الاكسترود والريبليكيت، ونبقى عارفين واحنا بنعمل المقارنه ان كل واحد فيهم ممكن يتعمل مره راديال، يتعمل مره راديال، وممكن يتعمل مره ايه لينير، وممكن في احيان اشتغل جزء راديال وجزء لينير، يبقى المساله يعني ايه فيها جزء راديال وفيها جزء ايه لينير، يعني الاثنين يمشوا في نفس المساله وكده، يعني كانك بتعمل عمليتين في نفس الوقت، انت بتلف وتطلع مثلا لفوق او تتحرك في اي اتجاه اخر وكده. ده مهم جدا ان احنا نعمل علاقه بين الاكسترود وبين الريبليكيت. وانا قلت برضو مهم انك تبقى عارف ان الاكسترود دي في بعض البرامج بيسموها ايه سويب، وسويب يعنيها ايه كنس او مسح، فده من طبيعه الايه من طبيعه الاكسترود، لان الاكسترود بالظبط يعني انت ممكن يعني تتخيله، يعني لو انا مثلا يمكن قلنا الكلام ده في اول المحاضره، لو عندي بوينت مثلا، لو عندي دي عباره عن بوينت، بس عاوز يعني نعرف الفرق بين الاكسترود وبين الريبليكيت بسرعه. لو عندي بوينت مثلا، البوينت دي لو مشت في اتجاه خط، هنخلينا الاول في النوع اللي هو الايه اللينير، ان احنا نمشي في اتجاه ايه خط. النقطة دي لو مشت في اتجاه خط ومتواصل زي سن القلم، يعني انت لو حطيت سن القلم على الورقة وحبيت ترسم خط بتعمل ايه؟ اول ما بتيجي ترسم الخط بتحط سن القلم على الورقة، بعدين الجنبين المسطرة، وبعدين تسحب الخط، فتلاقي كأن سن القلم اللي هو عبارة عن نقطة، كأن النقطة بتمشي وهي ماشية بتمسح في الفراغ، او ترسم في الفراغ ايه ترسم في الفراغ إيه؟ لاين، ترسم في الفراغ لاين. لو انت بقى جبت لاين بقى من الاول، وطبعا اللاين هيبقى ليه كام بوينت؟ هيبقى ليه بوينت 2 بوينت وكده. ده بقى من الاول انت بقى جايب ايه لاين. طيب اللاين ده لو مشي بقى بدل الخط، اللاين لو مشي هيمسح في الفراغ ايه؟ هيمسح في الفراغ سيرفيس، هيمسح او يرسم في الفراغ ايه سيرفيس. طيب لو انت بقى جبت سيرفيس، لو انت جبت بقى من الاصل سيرفيس، طبعا السيرفيس هيبقى فيه كام خط؟ في 4 خطوط، وفي كام بوينت؟ في 4 بوينت، لكن هو ده سيرفيس رأسي، ده فيرتيكال سيرفيس. انت بقى جبت هنا ايه خط، وبعدين هتسحب الخط، فلما تسحب الخط في الفراغ هيرسم ايه؟ هيرسم فوليوم. فكأن البوينت بترسم ايه، يعني انا عندي مره بوينت ومره لاين ومره ايه ومره سيرفيس، فهلاقي البوينت لما تمشي في اتجاه خط ترسم لاين، واللاين لما يمشي في اتجاه خطي يرسم سيرفيس، والسيرفيس لما يمشي في اتجاه خطي يرسم ايه سطح، يرسم سطح. طيب ده اللي هو الاكسترود. احنا دلوقتي بنتكلم على مين؟ على الايه الاكسترود، لان احنا قلنا الاكسترود معناه ايه؟ مفيش فواصل، معناه بيكنس،
بيمسح بيقش يعني مفيش فواصل. لو انا بقى اشتغلنا بقى في الاكسترود بالنوع اللي هو الراديال، ان انا بقى ايه ابقى على على دايره، على دايره، والدايره ليها ايه سنتر، وانا بلف حوالين السنتر، فهلف كام؟ هلف 300 وايه و60 درجه. فتعالى نعيد نفس القصه. لو انا عندي ايه، عندي بوينت بوينت، وبعدين البوينت دي وفي هنا سنتر بقى، ده السنتر بتاع الايه، بتاع الدايره، وهنا هتلف انت حوالين الايه الدايره، هتلف قد ايه بقى؟ ما هو شرط انك لازم تجيب الايه ال 360 درجه. فانت لما هتلف هتلاقي البوينت دي كانك بالظبط بترسم دايره بالبرجل، فبيبقى القلم متعلق في البرجل، سن البرجل. يعني لو رسمنا البرجل هتلاقي السن بتاع البرجل ده عند السنتر بتاع الدايره، ومتعلق طبعا في البرجل متعلق ايه القلم، وده القلم ليه سن تاني، والسن التاني بتاع القلم بيعمل ايه، بيبقى معلم بوينت، معلم بوينت. وبعدين انت بتبدأ تلف على محيط الدايرة، فالبوينت اللي هي عبارة عن نقطة لو لفت حوالين يعني عملت اكسترود ولكن راديال، فهترسم ايه، هترسم سيركل. فهي رسمت خط ايضا، رسمت خط، بس الخط هنا ايه، خط دائري، اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن لاين دائري، اللي هو عبارة عن سيركل، اللي هو عبارة عن سيركل. فالبوينت لما تمشي في اتجاه مستقيم ترسم خط مستقيم، لما تلف ترسم دايرة، ترسم دايرة. طيب لو انا نفس القصة بقى، عندي لاين، عندي لاين، اللاين ده فيرتيكال، واللاين ده برضو هنا بقى ايه، احنا قلنا اللاين لما بيمشي بيعمل سطح، لكن هو هنا هيلف فهيعمل سطح ايضا، لكن هيعمل سطح ايه، هيعمل سطح اسطواني. هو ده الفرق، كده كده بيعمل سطح، اللي هو السطح الخارجي ده اللي هو سطح ايه، اسطواني. فهو في كل الاحوال اللاين هيعمل سطح، لكن السطح ده بقى لو انت ماشي خطي يبقى سطح بلين سيرفيس، يعني سطح مستوي. لو انت بقى ماشي حوالين دايره بتلف يبقى السطح دوت ايه، اسطواني وكده، او على حسب بقى ميل الخط. طيب لو انا بقى جيت المرحله الثالثه بقى، جبت ايه، جبت سطح كده، والسطح ده حبيت بقى ايه، اعمل اكسترود حوالين محور، هلف على دايره. وطبعا في كل الاحوال انت بتلف على الدايره، يعني الخط كان واقف هنا على جزء من الدايره، وبعد كده بيلف على محيط الدايره وبيلف حوالين اكسس، ده اللي بنسميه بقى الاكسيال سيمتري، فبيرسم ايه الاسطوانه. نفس القصه، انت هنا هتلف على دايره، بس هنا بيبقى عندك دايرتين لان عندك السطح ليه تحت نقطتين، فهتلف على دايرتين، ديت دايره والدايره الثانيه اهيت، فانت هتلف. فطبعا وانت بتلف فوق كده هترسم حلقه اسطوانيه، هترسم حلقه ايه اسطوانيه. فكل نقطه بترسم دايره، دي النقطه دي بترسم دايره، والنقطه دي بترسم دايره، وهكذا. فالسطح في الاخر هيديك ايه، هيديك فوليوم، والفوليوم ده عباره عن كانها خزان اسطواني، كانه خزان اسطواني، وده سمك الحيطه بتاعت الايه، التي بتاعت الوول، ديت التي بتاعت الوول، وده ارتفاع ايه الخزان، اللي هو الاتش بتاعت الايه الخزان وكده يعني. فالاكسترود معناه مسح، معناه كنس، معناه قش، بيقش يعني ما بيفوتش، ما فيش فواصل، ما فيش جاب. الاكسترود لو مشي عدل غير ما يمشي راديال، لو مشي راديال ده بنسميه لو مش عدل بقى قلنا هيعمل نوع من المسائل اسمه ايه، اسمه البلين سترين، نوع من المسائل اسمه البلين سترين، وقلنا ده ايه، هنشوف الريبليكيت. الريبليكيت طبعا الوضع مختلف. الريبليكيت هو بالظبط الاكسترود، ولكن في ايه، قفزات بقى، وممكن زي ما قلنا يبقى يشتغل لينير، وممكن يشتغل ايه راديال. هنا طبعا بالظبط بيبقى انت نفذت عمود مثلا، ده بلان يعني، ونفذت عمود وعاوز تعمل ريبليكيت، فبتقول له والله كل 4 متر مثلا ايه كرر العمود، كل 5 متر كرر ايه العمود، فبقى عندك هنا تكرار، والتكرار عاوز مسافة دلتا ايه، دلتا اكس. هنا مفيش اتصال بقى، في انقطاع، الانقطاع ده قيمته دلتا اكس. نفس القصة انت ممكن تنفذ عمود مثلا، عندك المشروع بتاعك دائري مثلا، ده المشروع
دائري، وانت هتنفذ الأعمدة على محيط الدايرة، فبتنفذ عمود واحد. وبعدين لو انت عاوز بقى تعمل اي عدد من الأعمدة، كل اللي انت بيبقى مطلوب منك ان انت تحدد الزاوية او تحدد القفزة، فبتقول له والله يكرر العمود ده كل مثلا 22 او كل 45 درجة مثلا، كل 45 درجة، فمعناها لو كل 45 درجة فمعناها هيحط لك مجموعة من الأعمدة كل 45 درجة، بتبقى القفزة بتاعته، وبالتالي إيه هيمشي. بس هو بيقفز بيكون ماشي على إيه، على محيط الدايرة وكده. طبعا إحنا يعني هنكتفي بالجزء دوت، وبعدين المرة اللي جاية بقى إن شاء الله هناخد بقى إيه نوع نوع ونمشي معاه. وطبعا في أنواع يعني مش مشهورة ومش شائعة، فيعني مش هنطول معاها، وفي أنواع شائعة ومشهورة هناخد معاها وقت وكده. وزي ما قلت الموضوع ده مهم جدا ومفيد جدا، يعني موضوع يعني لازم الواحد يتعلمه في البرامج. زي ما قلت لك يعني انت لو دخلت الايتابس والسيف هتلاقي فيه ريبليكيت وفي اكسترود، والريبليكيت ليه انواع والاكسترود ليه انواع وكده، ويعني في تفاصيل كتير هنعرفها لاحقا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.